بارك الله عليكم. كنشكر جميع الإعلاميين اللي حاضرين في هذا المهرجان ديال الطفولة، ويشرفني كثير الحضور ديالي في هذا المهرجان، لأن الطفولة هي كلش، هي المستقبل، هي يعني هما شباب الغد. فالحمد لله تشرفت في هذه الليلة من عند السيدة الرئيسة لالة بديعة، وهذا يزيدني شرف كثير باش نكون حاضر في هذا المهرجان اللي عنده سنين طويلة. هذه الدورة يمكن 26 ولا 27، وهذه ماشي من السهل باش يكون واحد المهرجان يعني عنده هذه السنين كاملة. فشكرا للجميع، وشكرا حتى للجمهور اللي كان حاضر في هذه القاعة، وتفاعل مع جميع الفنانين اللي كانوا حاضرين معنا، لا البراعم والأطفال ولا الفنانين الكبار اللي كانوا هنايا. وما يزيدني إلا شرف وفخر باش نكون حاضر في هذه الليلة، وتبارك الله عليكم انتوما. السلام عليكم، اسم ديالي وئام السعيدي، متزوجة بلقب ملكة عارضة الأطلس 2022، ممتلات مدينة مرات التي تفتقر عدة مرافق ثقافية وفنية. لي الشرف أنني من بين 200 مشاركة تم فوز ديالي بهذا اللقب. هذا كنت من نشرف في مدينتي ونشرف في البلد ديالي. كنبغي نشكر منتدى الفن والإذاعة المغربي، كذلك كنشكر المدير للمسابقة الدولية ملكة جمال الأطلس. شكرا. انا فخور جدا اليوم بالحضور ديالي في هذا المهرجان تحت الرعايه الساميه لجلاله الملك نصر الله. فخور جدا بالحضور ديالي في هذا المهرجان الطفل. شكرا بزاف مع عند سفيان وولف، وتحيه خاصه. أميمة خليفي، ميس أطلس 2022، ممثلة مدينة فاس. كنشكر منتدى الفن والإبداع المغربي على لا جونتيس، وكنشكر لي زورغانيزاتور على لا هوسبيتاليتي اوسي. ميرسي بوكو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.